مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. مساء النور. أولا نحن نتحدث عن نظام ليس لديه قانون ولا يمارس القانون، ونحن نتحدث عن محاكم ليس فيها قاضي، فيها من لا يصدر حكمه دون أن يرجع للقانون، ودون أن يكون حتى لهؤلاء الشباب الذين يتم إعدامهم الحق بالدفاع عن نفسهم. ليس هناك قضاء، وليس هناك دفاع، وليس هناك أي شيء. هناك شخص يقرر في لحظة ما أن يقتل هذا المسكين الموجود بالسجن والذي لا حول له ولا قوة إلا بالله. هذا من جانب عندما تسأل لماذا يزداد. الجانب الثاني، النظام يشهد يوميا أن هناك حالة من الانتفاضة ضده، وهو غير قادر أن يستوعب كل هذه الانتفاضات. يوم عند الأكراد، يوم عند الأهواز، يوم عند البلوش، كل القوميات الغير فارسية جاهزة ومستعدة للانتفاضة بأي وقت، ودائما هناك إما عند الكرد أو عند الآخرين من ينتفض ويقول لا لهذا النظام. عندما يشعر هذا النظام بحالة القلق ولا يستطيع أن يسيطر على الوضع ويرى بأن الناس ضده، عند ذلك سوى هذا الفريت، سوى هذا الشخص لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، وبالتالي يشعر النظام أنه من خلال القمع الذي يمارسه يستطيع أن يرهب الشارع، لكن الشارع لم يرهب إلى الآن. وهنا كان السؤال، يعني ماذا حققت إذن هذه السياسة طالما أنه لم يرهب الشارع؟ لماذا هو مستمر بهذه السياسة؟ نتحدث خلال عام 2023 إعدام 853 شخص، في بداية هذا العام يعني 96 شخص حتى 20 آذار. تنظيف السجون من المعارضين. النظام يحاول أن يتخلص من كل المعارضين عبر تنظيف، وهذا هو الخطر. لذلك أمنستي رفعت الصوت، لأنه شعرت بأنه هذا النظام استسهل عملية القتل، وليس هناك اعتراض حقيقي. يعني المعارضة الإيرانية حتى نحن لا نسمع صوت عالي لها مقابل هذه الإعدامات التي تحصل. طيب أستاذ مسعود، عندما منظمة العفو الدولية تطالب باتخاذ إجراءات دولية قوية، يعني ماذا يمكن للمجتمع الدولي أو الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أن يتدخل في سياسة إيران الداخلية؟ لو كان فعلا المجتمع الدولي وخاصة أوروبا والاتحاد الأوروبي الذين ينادون ليل نهار بحقوق الإنسان يريدون إيقاف هذه العمليات داخل إيران، لا استطاعوا. من خلال عدة عوامل يستطيعون إيقاف هذه العمليات الإعدام، إلا أنهم يفاوضون النظام الإيراني. أمريكا تفاوض النظام الإيراني وتبحث عن حلول مع النظام الإيراني، لأنه هذا النظام أطلق الحوثي وأطلق الحشد الشعبي وحزب الله وحماس وغيره، وبالتالي الأمريكي يريد أن يفاوضه وينتهي بالمشاكل معه. معظم العالم العربي إذا ما كان تحت سلطة النظام الإيراني يبحث أن لا يكون تحت سلطة النظام الإيراني، وبالتالي هذا النظام أصبح يشعر بأنه هو قوي بالداخل، هو مسيطر يعدم من يشاء، وبالخارج يعلن كل يوم أنه سيطر على عاصمة ويقول أنا عندي أربع عواصم عربية سيطرت عليها، ويرى بأنه من الغرب يفاوضه، أمريكا تفاوضه، الكل يبحث عن علاقة معه، وبالتالي هو يزداد شراسة هذا النظام. أشكرك جزيل الشكر من روما مسعود محمد، محلل سياسي ومدير موقع أخباركم أخبارنا في إيطاليا.